أنا أسماء، أنا من عمال ديال هاد الشركة هادي 11 سنة وأنا خدامة هنايا. حنا خاي كنستنكروا هاد الفعل هذا، حنا كنا خدامين ما عارفين حتى شي حاجة، الشركة ماشية مزيان وشغل خارج، خدامين سوايع السبت الحد، كنخدموا لحد تريبلي، ما عندنا حتى شي مشكل. بالعكس السنة ديال 2020 معظم الشركات كان عندهم مشاكل ديال كورونا، كانت عندهم مشاكل ديال أنهم كيجلسوا. حنا بالعكس يعني كنا خدامين مزيان ماشيين في أحسن الأحوال، حتى كنتفاجئوا بأن الباترون كيقول لنا غنعطيكم شهرين الصوماج، لأنني فسخت كونطرات ديالي مع الناس اللي كانوا خدامين اللي هما بروجيس معانا خدامين بالنسبة لشركات الصياد، شركات كورسا، يعني ما بقاوش يعاندوا. واخا خدينا شهرين ديال الصوماج، سالات شهرين ديال الصوماج ديالنا، جينا خاي ديالي نهار 18 في الشهر كان نورمالمون خصنا ندخلو. حنا كنتفاجئوا بان الديليغي اللي هما من ذوي العمال كيعلمونا كيقولوا لنا ما تجيوش نهار 18، غتجيو حتى نهار 21. حنا بطبيعه الحال دخلنا الشك، ما يمكنش حنا شهرين ديالنا 60 يوم كتسالا نهار 18 في الشهر. جينا مهم كنكتشفوا بانهم عندهم واحد رموكه لداخل كيساجيو، شنو كيساجيو الله اعلم، حنا ما عارفينش بالضبط شنو كانوا كيسارجيو. المهم جينا دخلنا جلسنا نهار 21 كنرجعوا عادي كعادتنا اننا جايين نخدموا، كنتفاجئوا بان البيبان الشركه مشدودين. حنا المده ديال 21 يوم دابا وحنايا هنايا ما عندنا حتى شي حاجه، ما عارفينش حتى شنو الصيغه ديالنا، واش حنا مطرودين؟ حتى الاداره الموارد البشريه حتى شي واحد ما جا عندنا، حتى شي مسؤول ما جا عندنا، خصنا نعرفوا هي شنو الصيغه ديالنا، واش حنا مطرودين؟ ارى ورقه الطرد. كيف يعقل لمستثمر اجنبي انه يجي ويحط بروجي ديالو هنايا ويستثمر بينا ويطلع سيوله على ظهرنا؟ حنايا 11 سنه وحنا خدامين هنايا، طيحنا الصحه ديالنا، حرمنا ولادنا من ابسط الحقوق ديالهم، حرمناهم، وفي الاخر يمشي في حاله وكانه شيئا لم يكن. حنا كان انا بدوري وجميع العمال اللي هنايا كنطلبوا من المسؤولين وكنشدوا في يد بعضيتنا، المسؤولين يشوفوا لنا الحل، في اقرب الوقت، لان حنا ولادنا مسيبينهم باش نخلصوا الحضانات. ما عندنا شي، عندنا مشكل، خاصنا هذا النزاع هذا يتحل في اقرب وقت. حنا ماشي مشاغبين وما باغين فوضى، ما باغين حتى شي حاجه، حنايا كنطالبوا بابسط الحقوق ديالنا. اولا نعرفوا الصيغه ديالنا شنو هي، واش حنا مطرودين؟ عطينا الورقه الطرد. حنايا خدامين، فتحنا الباب ندخلوا نخدموا. وثاني حاجه بصفتي عامله كنوجد واحد الميساج اخر للناس المسؤولين مختصين حقوق الانسان، جمعيات حقوق الانسان، حقوق النساء. عندي واحد السؤال، كيف يعقل ان امراه تربي واحد الناشئه هادفه في هذا المجتمع وهي مهضومه في ابسط الحقوق ديالها؟ كيف يعقل؟ هذا سؤال، وكنتمنى كنتمنى كنتمنى من سيدنا يوصل له هذا الميساج هذا ويعرف شنو الوضعيه ديالنا حنايا. حنا شكرا.